العرض الإخباري الأخير نقدمه لكم مباشرة من الأولى في الرباط. مشاهدين الأفاضل أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. اجتماع تنسيقي بمقر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك بين المغرب ووزراء خارجية دول الساحل الأربعة، وذلك لبحث سبل تنزيل المبادرة الملكية الأطلسية لتمكين دول الساحل من الولوج للمحيط الأطلسي. فضاء كود 212 بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة، فضاء يمكن الطلبة من ولوج مجالات البرمجة والترميز وتمكينهم من اكتشاف خبايا هذه التخصصات. ومدينة الدار البيضاء تحتضن النسخة 12 للمهرجان الدولي لنجوم جناوة، تظاهرة فنية عرفت مشاركة معلمين في هذا اللون الغنائي من مختلف ربوع المملكة. مرحبا بكم من جديد. نستعيد النشرة من نيويورك، حيث اجتمع وزراء خارجية كل من المغرب ودول الساحل الأربعة بأمل المغرب لدى الأمم المتحدة، اجتماع لبحث سبل تنفيذ المبادرة الملكية لتمكين ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي. عبد المجيد حلاوي والمعتصم بالله البوعزاوي. دول الساحل المتمثلة في مالي، تشاد، نيجر، بوركينا فاسو، وإلى جانبها المغرب، تجتمع بروح من التضامن والشراكة لبحث سبل تنفيذ المبادرة الملكية قصد تمكين هذه الدول من ولوج المحيط الأطلسي، وذلك بعد عام من إطلاق هذه المبادرة. Nous sommes réjouis de l'initiative de Sa Majesté le Roi du Maroc de pouvoir nous aider à diversifier nos sources d'accès à la mer en se basant sur le potentiel du Maroc en infrastructure et la nécessité. إننا مبتهجون لمبادرة جلالة ملك المغرب لمساعدتنا على تنويع مصادر ولوجنا للمحيط الأطلسي بالاعتماد على البنيات التحتية المغربية، وهو ما يجعلنا أيضا ننجز بنيات تحتية لتمكيننا من هذا الولوج. إنه مشروع استراتيجي ومهم، وأكثر من ذلك فتحالفنا مع المغرب ينخرط في إطار سياسي مبني على الاحترام المتبادل والتقدير. والآن وبعد عام من إطلاق هذه المبادرة عدة مراحل قطعت، اجتمع خبراؤنا ودرسوا مختلف الاقتراحات، ونتابع ذلك ببلداننا من خلال وزارات التجارة والبنية التحتية، وقد اتفقنا على المراحل المقبلة لتنفيذ هذه المبادرة وتعبئة الموارد البشرية والمالية. إننا نهنئ المملكة المغربية على هذه المبادرة وعلى التضامن والتقدير إزاء بلداننا التي إما مرت أو تمر بصعوبات، ولكن تعمل إلى جانب المغرب بروح من الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل. وزراء خارجية دول الساحل ثمنوا عاليا المبادرة الملكية، وأكثر من ذلك عبروا عن اعتزازهم لروح الأخوة والتضامن والاحترام التي يكنها المغرب لبلدانهم. وبنيويورك دائما يجسد انعقاد أول حوار استراتيجي رفيع المستوى بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على هامش الدور 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التزام الجانبين القوي والراسخ بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا. هذه الشراكة الاستراتيجية ترتكز على عقود من التعاون بين المغرب والأمم المتحدة في مجال السلام والأمن بالقارة الأفريقية. وخلال الدورة الأولى لهذا الحوار انخرط الجانبان في تقييم التهديدات الإرهابية المتنامية في القارة الأفريقية، خاصة في منطقة الساحل التي أضحت بؤرة عالمية للإرهاب. كما يجسد هذا التعاون الاستراتيجي إرادة المملكة والتزامها بالمساهمة بشكل ملموس في مكافحة الإرهاب بالقارة الأفريقية.
ودوليا أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات ليلة الجمعة السبت استهدفت مخازن أسلحة لحزب الله تحت مبان سكنية في الضحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية. وقال مصدر مقرب من حزب الله أن الغارات الجديدة استهدفت منطقة الليلكي التي كان الجيش الإسرائيلي طلب من السكان إخلاء عدد من الأبنية فيها. إلى ذلك ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضحية الجنوبية لبيروت الجمعة إلى 6 قتلى و91 جريحا في حصيلة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية. وأدت الغارات إلى تدمير 7 مبان في المكان المستهدف في الوقت الذي تتواصل فيه جهود فرق الإنقاذ للبحث عن ضحايا. قتل 18 شخصا في سوق بمدينة الفاشر غربي السودان في هجوم لقوات الدعم السريع. الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش خلفت عشرات الآلاف من القتلى وشردت أكثر من 10 ملايين شخص. دوليا دائما قتل ما لا يقل عن 17 شخصا، 11 منهم في جورجيا و5 في فلوريدا مع مرور الإعصار هيلين الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم أو في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة بسبب أمطار غزيرة غمرت الطرق والمنازل مع التحذير من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية. وطنيا وإلى الدار البيضاء، حيث أعلنت إحدى المقاولات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عن انطلاق خدماتها، مقاولة تعد من المقاولات الرائدة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. فتيحة مغار ومصطفى ودع. مقاولة رائدة في مجال التجارة الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا تعلن عن انطلاق أنشطتها هنا بالمملكة، هدفها تعزيز المعاملات الرقمية من خلال تكنولوجيا متقدمة لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والمقاولات. فعلا المغرب كما كتعرفوا كيشهد واحد التطور كبير في مجال ديال يعني الشمول المالي اللي بالدعم تاع البنك المركزي وحتى يعني الحكومة المغربية بالنسبة للديجيتاليزاسيون دي سيرفيس فينانسي، وكل هذه يعني كتعطي واحد دي كونديسيون يعني واحد الظروف بالنسبة للشركة كمثل نيتورك انترناسيونال اللي يعني للدخول اولا لهذا السوق. فده بيساعد في تحول المواطنين ان هم يبقى عندهم إمكانية ان يستقبلوا مدفوعات إلكترونية بكافة الوسائل سواء عن طريق الكروت او عن طريق المحافظ الإلكترونية او عن طريق الأكسبتنس او بمعنى اصح بالنسبة للمشتريات. مناسبة تعد فرصة سانحة للقيام بلقاءات بي تو بي لتوظيف الخبرة خدمة للسوق الوطني من خلال مساعدة المؤسسات المالية على تقديم حلول فعالة لكل من التجار والمستهلكين. جامعة ابن الطفيل بالقنيطرة تعتبر واحدة من الجامعات المغربية الرائدة في مجال الرقمنة والروبوتيك، إذ يتيح فضاء كود 212 بالجامعة ولوج مجالات البرمجة والترميز وتمكين الطلبة من اكتشاف خبايا هذه التخصصات. في المتابعة فردوس الحرش ونور الدين أملال. مشروع كود 212 مشروع يروم تمكين طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة من ولوج مجالات البرمجة والترميز، حيث يعتبر مركز كود 212 فضاء يتيح تمكين الطلبة من اكتساب مهارات مزدوجة تؤهلهم لمواكبة التحولات التي يعرفها سوق الشغل، خاصة في مجالات الترميز والرقمنة والبيانات الضخمة والروبوتيك. الذكاء الاصطناعي كيمثل تحولات كبرى مجتمعية اللي كتأثر على سوق الشغل، وبالتالي نحن كجامعات من الواجب علينا أننا نوجد الرأسمال البشري، نوجد الخريجين ديالنا باش يواكبوا كل هذه التحولات المجتمعية. بونجور سلمى. Je suis là pour vous guider. Allez, profitez-vous. Donc ces espaces qu'on voyait. هذا الفضاء يوفر للطلبة ما يمكنهم من تطوير مشاريعهم وتمكينهم من الاستفادة من صقل مهاراتهم في مجالات الروبوتيك والبرمجة. هذا المركز مجهز بأحدث المعدات التكنولوجية رغم إشارة جامعة الطلبة الراغبين في تعزيز قدراتهم في مجالات الروبوتيك وتمكينهم من اكتساب مهارات رقمية بالموازاة مع تخصصاتهم.
الأهمية لهذا المشروع هي إما تكون بروجي دو فان ديتود أو لا إنجاز واحد المشروع اللي يقدر الطالب يشارك فيه في أحد المسابقات على الصعيد الوطني. هذا الفضاء يتيح لطلبة الجامعة إجراء تجارب حية وتعامل مباشر مع الروبوتات، وذلك لضمان استفادة من المواهب والخبرات الشابة. وبمناسبة اليوم العالمي للترجمة، نظمت أكاديمية المملكة المغربية وهيئتها العليا للترجمة لقاء ثقافيا جاء لتعزيز الحوار الثقافي والفكري وإبراز الدور الحيوي للترجمة في نقل المعارف وبناء جسور التواصل بين الثقافات. كوثر أبو طير، ياسين المعازي وحنان شمراح. لماذا نترجم؟ سؤال افتتح به المتدخلون هذا اللقاء الدراسي بحثا عن إجابات تكشف أسرار الترجمة وتفك شفراتها. تفتتح الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التابعة لأكاديمية المملكة المغربية برنامجها الأكاديمي لهذا العام بتنظيم هذا اللقاء الثقافي والعلمي بمناسبة اليوم الدولي للترجمة الذي يصادف 30 من شهر سبتمبر من كل عام. الفيلسوف الألماني والتر بنيامين واحد من الفلاسفة الذين استشهد بهم المتدخلون للتأكيد على الدور الهام الذي تلعبه الترجمة. هو الذي اعتبر هذا المجال وسيلة لاكتشاف الغامض وما يتعذر فهمه في اللغة. اليوم وسائل حديثة باتت تغوص لكشف هذا الغموض. أدوات الترجمة الآنية والتطبيقات الذكية حلت في مناسبات عدة محل المترجم. اللقاء هو يتطارح بعض الإشكالات المرتبطة بسؤال الترجمة، وخصوصا أنه مطروح كسؤال لماذا نترجم. سنحاول أن نتحدث عن أسباب الترجمة وعن دواعيها الثقافية والفكرية والحضارية. التطور الذي يعرفه مجال الترجمة وضع أمام المترجم عددا من التحديات، تحديات قد تقلص من دور المترجم لكنها لا تلغيه. فحسب الباحثين وحده المترجم من يمتلك القدرة على فهم السياقات والمعاني الدقيقة للنصوص خاصة منها الأدبية. العفو وأدواره الدستورية في تحقيق الإدماج والتنمية، محور ندوة فكرية نظمها اتحاد الجمعيات بلا حدود بحضور فاعلين جمعويين وحقوقيين وسياسيين. التفاصيل مع أبو شعب عماري ومصطفى ودة. ندوة حقوقية وقانونية وسياسية تحاول الإجابة على مجموعة من الإشكاليات المطرحة حول العنف في جانبها القانوني والحقوقي والاجتماعي، وإلى أي حد يساهم العفو في إدماج المعفى عنه داخل المجتمع. لأن العفو سواء شامل أو لا خاص عنده مجموعة ديال المقتضيات اللي كتنظمه دستوريا وقانونيا، سواء قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي أو قانون العدل العسكري. إلى أي حد يمكن أن إصدار العفو من أجل إصلاح وإدماج الذي كانت له خصومة مع القانون، خصومة جنائية، وفي نفس الآن الحفاظ على حقوق الضحايا الذين تضرروا من الفعل الجرمي والمجتمع كذلك. الندوة استضافت مجموعة من الحقوقيين لمناقشة دور العفو في تحقيق الإدماج والتنمية من مختلف الجوانب وأدواره الدستورية. العفو كيف كان عرفوه هو واحد شعاع نور في نهاية نفق مظلم، هو كذلك واحد باب من أبواب الحياة الكريمة، من خلاله كان حاولوا أننا ندمجوا هاد الناس في الحركة ديال الاقتصاد، نوفروا لهم وسائل ديال العمل القانوني، نشركوهم في مسلسل التنمية. اللقاء شكل مناسبة كذلك للوقوف على انعكاسات المعفى عنهم والتي جعلت منهم عناصر فاعلة داخل المجتمع ومساهمة في التنمية بمفهومها الشامل. وبمناسبة اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة، تم بالرباط تنظيم ندوة حول موضوع الحق في الولوج إلى المعلومة العمومية في المغرب، التحديات والفرص في إطار الانتقال الرقمي، وذلك بهدف طرح رهانات ضمان هذا الحق وتعزيز آلياته ومصادره. التفاصيل مع خديجة الجمالي ونور الدين صابر.
استكشاف للتحديات الحالية المتعلقة بتنزيل الحق في الولوج إلى المعلومة واستشراف للممارسات الفضلة في هذا المجال وآفاق تحسين الحكامة على جميع المستويات. محطات تميز هذه الندوة عبر جلستين تخصص الأولى لتدارس المسافة بين النص القانوني وواقع الممارسة، والثانية ترصد مجهودات القطاعات الوزارية في ضمان ولوج المواطنين إلى المعلومات. اليونسكو والمنتدى المغربي الصحفيين الشباب يقومان بإحياء اليوم العالمي للحق في الولوج إلى المعلومة عبر أنشطة تحسيسية وجلسات للنقاش مع الخبراء، إضافة إلى أنشطة أخرى هدفها دعم الحق في الولوج إلى المعلومة باعتباره من الحقوق الأساسية الضرورية في البناء الديمقراطي. ندوة تفاعلية بين المشاركين من ممثل المؤسسات الحكومية والفاعلين من المجتمع المدني ووسائل الإعلام، هدفها الخروج بتوصيات تساهم في تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال. نهدف من خلال هذه الندوة إلى الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي سنقدمها في إطار مذكرة ترافعية للفاعلين المؤسساتيين المعنيين، من أجل أولا تتمين ما تحقق من منجزات في إطار حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وتعزيز الممارسة الديمقراطية عبر ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات، لا سيما المعلومات ذات الطبيعة العمومية. ندوة استعرضت الفرص التي توفرها التحولات الرقمية في المجال ومختلف التدابير التي يمكن اتخاذها لتحسين آليات الولوج إلى المعلومة العمومية. الوجهة الآن مدينة فاس، حيث انطلقت فعاليات أيام الأبواب المفتوحة المركز الثقافي إكليل فاس التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. تظاهرة تهدف إلى التعريف بالمركز وفتح باب الانخراط أمام الراغبين في الانضمام إليه. لنتابع. المركز الثقافي الجديد إكليل فاس فضاء مفتوح خلال هذه الأيام أمام أسرة التربية والتكوين وعامة الناس كبارا وصغار لاكتشاف مرافقه والانخراط به، باعتباره فضاء يساهم في تعزيز ولوج عوالم الثقافة والمعرفة والفنون. اليوم كان افتتحوا مركز ثقافي إكليل فاس تابع للمؤسسة محمد السادس للتربية والتكوين، وعلى بنفس الاهتمام اللي كتوليه المؤسسة للأعمال الاجتماعية الأخرى. أنا جد سعيدة بأن أكون أول منخرطة. هو مركز يوجد بين بالضبط بين المدينة القديمة والأحياء فاس الجديد والملاح، إذن هو فضاء مفتوح للساكنة ساكنة فاس بكل مكوناتها. فضاءات خاصة بالقراءة يضمها المركز، وورشات تتنوع بين الرسم والصباغة والنحت والموسيقى يسيرها فنانون ذوي خبرة في مجالاتهم الفنية، تتوخى صقل المواهب واكتشاف الطاقات التي تزخر بها المدينة. المؤسسة ديالنا جبتنا لهذا الفضاء الزوين وعطاونا بزاف ديال المعلومات على الموسيقى وعلى الرسم وعلى النقش طين على بزاف د الحوايج، وكنتمنى نجي المره واحده اخرى لهذه المؤسسه. المركز يتكون من طابقين ويقع في قلب منطقة تراثية تاريخية بالقرب من المدينة الجديدة، ويجاور مجموعة من المؤسسات التعليمية. واحتفاء بالتنوع الثقافي وفن موسيقى جناوة، تم بمدينة الدار البيضاء تنظيم النسخة 12 للمهرجان الدولي لنجوم جناوة، تظاهرة فنية عرفت مشاركة معلمين في هذا اللون الغنائي من مختلف ربوع المملكة. في المتابعة فتيحة مغار، مصطفى ودا، وردة فجاح. نجوم جناوة وعروض تبرز عمق وتنوع الفن الجناوي، تراث ثقافي عريق يأتي ليميز النسخة 12 لمهرجان بمشاركة معلمين في فن الجناوة من مختلف مناطق المملكة. فن الجناوة هو واحد الفن متميز يعني كيختلف من مدينة لمدينة، كل مدينة كتميز واحد الطابع ديالها وواحد اللون ديالها، وهذا هو الجديد ديال هذه السنة، هو يعني تحفيز الشباب لحامل المشعل. حنا غادي نقدموا للجمهور البيضاوي كل شيء، تيبقاو هما على خاطر ومرحبا في فن ديال الجناوة، ونوريهم الصورات ديال الجناوة
ومازال كابتن في التصوير داكشي علاش. المهرجان الدولي أتاح فرصة للجمهور البيضاوي اكتشاف مختلف العروض، هي لحظة هامة للاحتفاء بالمواهب الشابة التي أطربت مسامع الحاضرين. كان واحد التجاوب وكان واحد يعني تأثير في النفسية ديال المتلقي وديال الجماهير، وكان واحد تفاعل كبير من الجمهور، وهذه مناسبة اللي هي عظيمة بالمشاركة ديالنا في هذا المهرجان. هذا مهرجان يرفع مشعل الشباب الجناوي بالمغرب، وحنا اليوم حاضرين مدينة الدار البيضاء لإحياء هذا التراث اللي هو تراث وطني مغربي. بهذا الفضاء الطلق بالعاصمة الاقتصادية عاش الجمهور البيضاوي لحظة الاحتفاء بفن جناوة بكل تجلياته. اللحظة مشاهدينا نتوقف عند جديد حالة الطقس في بلادنا مع ليلى أقبال. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. يتوقع أن يكون الطقس دائما حار بالأقاليم الجنوبية مع نزول زخات مطرية عاصفية دائما بأقصى الجنوب وتكون سحب ركامية بمرتفعات الأطلس، هذا مع تكون كذلك بعض الكتل من الضباب بالسهول الأطلسية وقطرات مطرية ضعيفة بالسواحل وكذلك بالسواحل الوسطى وبالشمال الغربي للأقاليم الجنوبية وبغرب الواجهة المتوسطة. يبقى المناطق الأخرى سماء قليلة السحب. درجات الحرارة العليا ستعادل 29 درجة بمدينة وجدة، 28 درجة بطنجة، 25 درجة بالرباط، 26 درجة بمدينة الدار البيضاء وكذلك بأكادير، و41 درجة بالقويرة. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك بالبوغاز قليل الهيجان، بالسواحل الأطلسية سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى مترين وخمسين سنتيمتر. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى بلاتو الأخبار. وقبل التذكير بالعناوين نذكركم مشاهدينا بالمواعيد الجديدة لبث نشرات الأخبار على القناة الأولى ابتداء من الاثنين 30 شتنبر الجاري. أخبار الظهيرة على الساعة الواحدة بعد الزوال، الأخبار بالأمازيغية والإسبانية على الساعة الثانية بعد الزوال، الأخبار بالفرنسية على الساعة السادسة والنصف مساء، الأخبار الرئيسية على الساعة الثامنة والنصف مساء، والأخبار الأخيرة حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا. إلى العناوين. اجتماع تنسيقي بمقر البعثة الدائمة المملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك بين المغرب ووزراء خارجية دول الساحل الأربعة لبحث سبل تنزيل المبادرة الملكية الأطلسية لتمكين دول الساحل من الولوج للمحيط الأطلسي. فضاء كود 212 بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة، فضاء يمكن الطلبة من ولوج مجالات البرمجة والترميز وتمكينهم من اكتشاف خبايا هذه التخصصات. مدينة الدار البيضاء تحتضن النسخة 12 للمهرجان الدولي لنجوم جناوة، تظاهرة فنية عرفت مشاركة معلمين في هذا اللون الغنائي من مختلف ربوع المملكة. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.